حاجة كبيرة. لو ما السلام الحين الحروب ما نقدرش نعيش. قبل الحرب يعني كنت أخرج لأسواق بعيدة والأماكن، يعني كنت أسير للحديقة وأسير للمدرسة باستطمان وأمن. الحين أسير للحديقة بخوف، لكن جد مثلاً أسير مع أقربائي، لكن لوحدي لا أستطيع. أنا أتمنى وأحب أن يوقف الحرب وأسير إلى أي مكان أحبه، الحديقة، أي مكان أريده.